السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تفك قفل الشاشة لأي جهاز كمبيوتر تدخل على الموقع ده دكتور فون دوت وندرشير دوت كوم. بعد كده بتقول له ترايت فري أو التجربة مجانية للويندوز أو اللابتوب أو الكمبيوتر. بعد كده بتخش على برنامج لو طلب منك تحديث بتحدث، وبعد كده بتقول له سكرين أنلوك بتوصل الموبايل بالكمبيوتر أو اللابتوب، وبعد كده بتقول له بتضغط هنا ويبدأ يشيل لك أي حاجة سواء باسورد أو نمط شاشة أو أيا كان.